ماشي الانكسار يا معززين الكوري لذلك بورشال من الفوز على سارة الويتي كما تسمعوا في الجمهور اللي مولع لنا في القاعة عامل أجواء صناع الأجواء لنا والحلبة بتبيع اللي باش تكون هي الشمعة التي تذيع هذه السهرة سهرة الكيك بوكسينج الكيوان. بعد قليل تبدأ المقابلة فخري بتحكيم الحكم الدولي بجمعة بن سعيد وتبدأ المقابلة. قليل تبدا المقابلة فخري بتحكيم الحكم الدولي بجمعة بن سعيد وتبدا المقابلة. باش تنطلق المواجهة بين الزوز الملاكمين يدخلوا في صلب الموضوع منذ البداية هذه الروندة الأولى مشاهدينا قاعدين يتابعوا فينا عبر قناة نسمة النقل الحصري لهذه الليلة وهذه المنافسة. ساقه اليسار ما تمشيش اللكمة اليمين يتفاداها ممتاز لاعب او الملاكم لاحظ رامي القنيشي اللي يتفادى اللكمه ثم ركله باليسار ثم اول حاول باش يمسك ثم بالركبه كما حكينا يا محمد نجم يستعمل الركبه كما نجم زاد يستعمل ساقه فيها برشا حاجات اللي جايزه كيوان. فيها عديد الفنيات نجم يستعملها الملاكم للهجوم على خصمه الركبه القبضه نشوفوا هنا ضربه مؤثره من الملاكم رامي القنيشي على منافسه محمد الزعبيدي على مستوى الذقن. الذقن نعم يحتسب الحكم يحتسب للملاكم يربح فيه يواصل 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 الملاكمه يواصل المقابله. وفي بعض الاحيان محمد تكون هي الضربه القاضيه الضربه نجم نقولوا القاتله ما عادش تستعمل خاطر قاتله كما تراو ممتاز برشا ممتاز برشا مدى بالحق ركله بساقه اليسار قوه رهيبه على مستوى ساقه اليسرى الملاكم رامي القنيشي. إذا قام الحكم بالاحتساب لعشرة لعدد عشرة فاتته المقابلة بالضربة القاضية. نعم كما تراو يعني القامة قصيرة لكن الساق نجم نقولوا قوية برشا من رامي القنيشي ممكن قرا المنافس نتاعو وكما تحكي أنت زاد محمد تفرج في المنافس نتاعو يعرف ممكن على مستوى الركل ضعيف يقول لك نبدأ أنا نهاجم نحاول نستعمل ساقي أكثر من يدي ومن لك. صحيح فقري رامي القنيشي معروفون عنده في البطولة تفرجنا فيه برشا مرات ملاكم كما قلت قام قصيرة صحيح لكن ملاكم ذو لياقة بدنية عالية جدا ويتميز بالقوة في يديه بالقوة في ساقيه زادة سيطرة كلية من ملاكم رامي القنيشي على المنافس بتاعه في الجولة الأولى ولكن المقابلة ما انتهتش لازم يكون عنده ما يخبي معناتها عنده حاجة مخبيها على صاحبي. نعم واللي قاعدين تشاهدوا فيه مشاهدينا الكرام شوي اخر باش يبدا الروندة الثانية بين رامي القنيشي وعزيز عبيدي وزن 63 كيلوغرام راهو مش بالسهل باش راهو الفنيات والمهارات اللي قاعدين نشاهدوا فيها اللي هي تحب برشا خدمة من الملاكم يعني تكون المرونة وسرعة وقوة ورد فعل سريع والتحمل العالي لشدة التدريبات مش بالسهل محمد باش يعني تكون عندك ساق يمين يعني اما القوة في اليمين واليسار تخدم عليها ملاكمين سنين وسنين. خصوصا الملاكم معناتها تلعب في المستوى هذا تلعب مقابلة ثلاث جولات وجولة تكون من ثلاث إلا ما يكون كما قلت فخري تدرب مدة محترمة مدة كبيرة مدة زمنية بينا. نعم محمد وراو كيما راو حتى رفع الساق الركل خاصة وقت يكون على مستوى الوجه في بعض الأحيان الركلة تكون يعني يزمك رفع الساق أكثر من زوز متر يعني خاصة وقت يكون الملاكمة طويل يعني تحب خدمة برشا من الكوتش ومن الملاكم نتاعك. برشا خدمة وبرشا مرونة ويزم برشا دقة باش الضربة تمشي لبلاصتها معناتها باش تكون مؤثرة باش تعطي أكلها. بداية الجولة الثانية الجولة الثانية تنطلق قاعدين نشاهدوا كالعادة القنيشي ينطلق نحو الملاكم عزيز العبيدي يستعمل ساقيه برشا خاصة الساق اليسرى الركل دائما على مستوى الوجه من القنيشي على مستوى الفخذ هذه المرة قاعدين نراو فيهم حاليا يتلاعب يعني جسدين مراوغة ثم لكمات باليمنى واليسرى يرجع يؤخر شوية بالنسبة لعزيز العبيدي ثم يحاول باش يركلو على مستوى الساق هو يعاود له ثم مسك ثلاثة ثواني ثم يترك يعني المنافس يترك الملاكم ونرجع من جديد للمباراة اللي قاعدة حاليا مسخنة القاعة لهنا ومسخنة حتى الجماهير اللي حاضرة لهنا اللي تتفاعل مع كل لكمة عفوا وقاعدين حتى تشاهدوا في
وتسمعوا في اصوات المدربين اللي في كل مره يعطيوها للملاكمين. كما تراو يحاول يجمع ليه ممتاز عزيز العبيدي باللكمه ثم المسك محمد. فخري نحب نشير لحاجه لهنا دليل على انه مستوى متميز نتاع الملاكمين. عزيز العبيدي معناتها قام بالحكم السابق هو في الجوله الاولى مرتين، وبالرغم من ذلك رجع معناتها في المقابله رجع بقوه، رجع خير من الجوله الاولى. وهذا سر المدرب وسر التوصيات نتاعو اللي يعطيها بطبيعه للملاكم، خاصة وانه البداية كانت تقوية برشا لرامي قنيشي. ممكن قام برشا مجهود، راهو في بعض الأحيان علاش نقولوها ونعاودوها، يبدا ملاكم عنده قوة كبيرة برشا يعني جسدية، كذلك على مستوى الركل واللكم، يعني كما يستعمل يده كما يستعمل ساقيه في بعض الأحيان، لكن لازم يعرف كيفاش يقسم المجهود نتاعو باش ما يتعبش. بطبيعة المطلة كما قلنا مطولة من فترة جولات، كل جولة مطولة من فترة باش ما يتعبش الملاكم، وباش ينجم يلم الربح لازم يلزموا معناتها من أساسيات الرياضة نتاعنا، أنه لازم يقسم وقته يقسم جهده في جميع الردهات المقابلة. نعم الجولة والروندة الثانية مشات وفات بين الزوز الملاكمين، ورينا مباراة كبيرة برشا خاصة من نجم نقولوا الملاكم رامي القنيشي اللي كان أفضل في الروندة الأولى. الروندة الثانية توصية المدرب عزيز العبيدي أعطت أوكلا، ورينا زيادة يعني عزيز اللي يحاول يهاجم يحاول زيادة يكسب الريان في هذه المواجهة. الحكمة اللي قاعدة نشاهدوا فيها يعني في بعض الأحيان هي تعطي زيادة الحكم يعطي المفعول نتاعو، وقت يدخل يعني يعرف زوز ملاكمين نوعا ما تشنجوا شويه ودخلوا فك السيري. الحكم فقط يدخل وقت لازم يدخل لضمان سلامه الملاكم. نعم. اذا تعرض الضربه ولا اصابه، ضربه خطيره ولا اصابه، فقط زاد ينجم يدخل وقت اللي ثم ضربه غير مسموح بها، غير قانونيه، ولازم نسير المقابله كاحسن ما يكون. نعم كما قلنا اللي قاعدين يتابعوا فينا حاليا كومبا بين رامي قنيشي وعزيز العبيدي اقل من 63 كيلو غرام. رينا في الجوله الاولى كل شيء، رينا الركل، رينا كذلك اللكم والكيوان نجم نقولوا اللي بطبيعه قاعد ياخذ في المكان نتاعو الطبيعي والاساسي في تونس من خلال جامعه الكيك بوكسينغ، خاصه معانا السيد محمد اللي يعرف برشا الجامعة هذه ويعرف المجهود اللي قاعدة تقوم به من يوم إلى يوم آخر. باش تلقى الجولة بين زوز الملاكمين كما راهو الحكم يعطي التوب، تلقى الجولة بين زوز الملاكمين. يسقط على الحلبة رامي قنيشي، رامي المرة الثانية نجم نقولوا يسقط على الحلبة. الجولة الأولى رينا عزيز عبيد يسقط أكثر من مرة من اللكمات اللي كانت قوية برشا، خاصة الركلات توا بدا تعب يظهر نوعا ما بصراحة على ليش القنيوي. ورد في المقابلة عز العبيدي ما أثبت المقابلة اللي هو الملاكم معناتها 200 في الملاكمين معناتها المقدار، بالرغم من الجولة الأولى معناتها اللي كانت مش لصالحه، إلا أنه رجع بقوة في الجولة الثانية وفي بداية الجولة الثالثة اللي وقع اللي تثبت من إصابة عبد الله عزيز. إن شاء الله لاباس، نتمناو للبطل يكون لاباس، عنده انتفاخ على مستوى الركبة بطبيعة على الحوادث جايزة في جميع الرياضات. إن شاء الله لاباس بطبيعة لعزيز العبيدي. سلامة الملاكمين قبل كل شيء بطبيعة، هي منافسة يلزم فما الفايز ويلزم فما الخاسر، لكن الاصابات في بعض الاحيان تخلي حتى المنافسه ما تكملش، لكن الحمد لله يعني باش تتواصل المواجهه بين رامي وعزيز. طبعا بعد تدخل طبيب شاف الاصابه ما تحقش انها تتوقف المقابله، واذن باستمرار معناتها باستمرار المباراه، واصابه خفيفه، اصابه ما خفيفه. بطبيعة دائما الطبيب يقول لك نتأكد من الملاكم، الملاكم ينجم في بعض الأحيان وهو سخون بطبيعة يعني يحب يربح يحب يفك يعني المواجهة نتاعو، يقول لك نواصل ويعمل ربي، يعني في بعض الأحيان ينجم أثر سلبيا على ساق. في جميع الحالات الملاكم يصر على الاستمرار في المباراة،
الجرينتا يعني حب الربح. الجرينتا شجاع القليب كما تقول انت. لكن الكلمه الاولى والاخيره للطبيب اللي كما قلت لك فخري اهم حاجه واولى اولوياته سلامه الملاكم قبل الربح ولا قبل الخساره. نعم محمد، ونحب نشير الحاجه ممكن اللي ماهيش ظاهره يعني توا في الصوره، لكن زوز مدربين يعني يتخمروا في بعض الاحيان راهو حتى في مواجهه خارج الحلبه، زوز المدربين كل كوتش يحاول هو يبدا حتى يتفاعل بيده وتقول قدامه يعني ملاكم وقاعد يهجم فيه. بطبيعه تحمس كبير من المدربين اللي زوز معناتها مصرين ويحبوا معناتها يطمحوا انه بكثرهم من الملاكم نتاعهم يربح ينتصر على المنافس نتاعه، حاجه عاديه جدا. حماس كبير برشا. هاو يسقط محمد سامحني، حاليا القنيشي رامي كما قلنا يعني بعض من الارهاق. ريناه في الجوله الاولى بصراحه تحرك برشا وهجم برشا وهذا عادي جدا يعني باش يرجع سلبيا ممكن عن 100 على الصح. صحيح فخري فقط سقط هو فقط توازنه، فقط توازنه لازم يكون كما قلت عبد عطاه كل ما عنده في الجوله الاولى. الراو الجمهور يتفاعل يعني مع عزيز العبيدي ومع رامي قنيشي، لكن شويه اخر باش نعرفوا شكون هو ممكن يعني الفايز بطبيعه في هذه المواجهه الثالثه، كومبا الثالثه اللي كنا نشاهدوا فيها كانت شيقه جدا بين زوز ملاكمين بين رامي قنيشي وكذلك عزيز العبيدي في هذه السهره، نجم نقولوا سهره الابطال خاطر كلهم ابطال، وحتى كان فما خاسر وفما بطبيعه فايز. هي سهل الابطال لكن ديما فما برشا سوستانس فما برشا شو فما متصل فما منهزم، والكلمه الاولى والاخيره ترجع لك الى لجنه التحكيم اللي قالوها في الاثناء باش تعطينا النتيجه النهائيه ما بين رامي قنيشي سوبر روج سوبر كومبل. رامي قنيشي هو اللي يفوز في هذه المواجهه كومبا، رقصه خاصه برامي القنيشي. فوز مستحق فخري للملاكم رامي قنيشي الملقب بباوكاو، باوكاو بطل العالم التايلندي المعروف لدى جميع الملاكم. ممكن ياسر متاثر به متاثر به برشا، وحتى اللياقه البدنيه حتى طريقه اللعب مشابهه شبه ياسر للملاكم هذا اللي حكيت لك عليه بطل العالم باوكاو.